أنا جايب لكم ضيف على التليفون جميل جدا، الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي. مساء الخير يا أستاذ صبحي. مساء الخير صديقي العزيز أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. يعني عايز أقول لحضرتك مبروك علينا النهاردة الحقيقة، يعني النهاردة أنا بحسس إن يوم فارق. مبروك علينا جيشنا، ومبروك علينا شرطتنا، ومبروك علينا شعبنا النهاردة اللي عمل إدى درس تاني في حاجات كتيرة جدا. ده حقيقي، بس خليني اقول كلام مختلف شويه. اتفضل. مش في المضمون يا استاذ ابراهيم، انما هو كلام نتاج ما حدث النهارده او ما قبل النهارده. الحقيقه في ناس او في اراء قالت ان ده مبالغ فيه، وان الدوله اتكلفت كتير، ودي بتاع ما حصلش حاجه. تعرف لو ما كانش حصل ده يا استاذ ابراهيم كان في اصوات كتيره هتطلع تقول ما استعدوش وما عملوش وما اهتموش وده تقصير، فاحنا اتعودنا على كده. ولكن انا ليا ملحوظه حب كبير جدا. لو كان اعلى نقطه استعداد كانت النهارده 100%، فيجب على وزاره الداخليه والقوات المسلحه وعلى الدوله والحكومه تقول لنا ان العادي في الايام العاديه يجب ان يكون 70% من ده او 60% من ده، عشان لما يحصل ارهاصات لتدمير الدوله وتدمير الشارع المصري يبقى احنا بنزود قدراتنا 40% او 30%. وده كمان حق المواطن يا استاذ ابراهيم، مش عشان شويه سله من الناس بتهدد الامن في مصر نعمل كل ده. انا رايي ان الاداء بيدينا مؤشر ان احنا بنطالب الدوله والحكومه ان 70% من ده يبقى في الايام العاديه، وال 30 او ال 40% اللي يزيدوا في الحالات الطارئه اللي فيها الخبل اللي بيتعمل. ولكن انا ده اقتراح واتمنى انه يتفعل ويتفكر فيه كويس قوي، لان احنا محتاجينه، مصر محتاجة ده فعلا حتى كسمعة. ده ما تتصورش تأثير ده في الشارع المصري والمواطن شكله ايه. نمرة اتنين، نحذر جيدا، ولازم نفهم بقى اللعبة يا استاذ ابراهيم. حجم الاخوان يمثل خمس ما نراه اليوم. اذا خرجت بعض الاشخاص من الاطفال، وانا بقول الاطفال وبعض النساء وبعض الشباب، فخمسهم اخوان، وانا شاكك في هذه النسبة كمان، هي اقل من كده، والباقي مستأجرين. وده بيحط لنا موضوع نحط تحتيه 20 خط، عشان احنا لا بنتكلم على مصالحة ولا بنتكلم عن سماح ولا بنتكلم عن حوار. علينا ان نعي انه واجب علينا ان نوجه الحوار لمن يستأجر، اللي هو ما عندوش قضية سياسية ولا قضية حكم باسم الدين ولا بالتجارة بالدين، لا ده هو بيستخدم عشان يتاجر بالدين. لو قلت له اقرأ الفاتحة، لو وقفت ولد من دول وقلت له قول الفاتحة، اقرأ آية واحدة من القرآن، مش هيعرف ولا لي دعوة بالمسألة دي. أستاذ إبراهيم، هناك من يستسهل خيانة الوطن كتير، ليسوا من التيار الإسلامي ولكنه جاهل في الإسلام، وهذه الجماعات لا تذهب إلا من هو جهل بالدين وجهل بالإسلام، فيسهل عليه التأثير عليه ببعض الخزعبلات اللي بيقولوها، فيحول له القضية إلى الدفاع عن الإسلام وهو أصلا عنده قصور في دينه. الحوار يجب مع الناس دول، لا نخجل أن نصنع معهم حوارا. تعالى، إيه مشكلتك مع البلد؟ هتلاقي مشاكل مواطن عادي، ولكنه مواطن ضعيف، مواطن يسهل الاستحواذ عليه، ليس له لا فكر ولا قطبي ولا إخواني ولا سلفي ولا ده. دول قاعدين في بيوت عاجية ويستخدموا هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب والناس اللي مخها على قدها دينيا وتعطيه 20 خط، علشان أصل ما واحد يجي لحضرتك يا أستاذ إبراهيم يقول لك تعالى عشان ربنا وعشان الإسلام عايزك تفجر نفسك في العملية الفلانية، لو جالنا شخصيا
هقول له انا موافق وامضي لك على ورق بس فجر نفسك الاول في اول عمليه وانا اطلع من وانا وراك على طول وراك على طول. انما التاني يا عيني ما هو ما عندوش حجه دينيه، ما عندوش، ما قراش القران، ما يعرفش اسلامه. احنا عندنا مشكله في العشوائيات، العشوائيات مش عندنا اميه علميه، عشان كده احنا بنمشي في مسألة التنمية البشرية بنجهز العشوائيات اللي ننقلها ان نمحي الامية الدينية، ودي ابشع الاشياء. عندهم مفاهيم دينية مغلوطة لازم تخرجها من اذهانهم اولا عشان تعرف تتعامل معها كبشر. ولكن اللي حصل النهاردة انا بقول بنخرج بحاجتين، بان الحكومة عليها تراجع النظر، تقول انا نسبة الاستعداد النهاردة كام؟ 100%. اذا الايام العادية لابد ان تكون 60، تبقى 50، تبقى 70، عشان ساعة الاستنفار يبقى انا بزود قدراتي 30% او 40% بس. نمرة 2، كيف نوجه حوارنا للناس اللي سهل ان احنا بنأجرها، اللي بتتأجر دي سهل انها تتأجر، لازم يحصل حوار معاها يا استاذ ابراهيم، ولازم يبقى في دعوة ما، تعالى لو انت مختلف مع إدارة الدولة، لو مختلف من غير بقى لا خزعبلات ولا تجارة بالدين ولا كده، تعالى ونتكلم معاك. هو 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 النهارده استاذ صبحي يعني اذا اذنت لي، يعني النهارده برضه فصل لنا في حاجات. اول حاجه ان النهارده في استعاده لهيبه الدوله، بقى في دوله النهارده. طبعا كل طبعاً مصري حاسس ان في دوله النهارده. ان المصريين نمرة 2، انا شايف التصرف بتاع المصريين انه سابوا النهار بطوله للجيش وللشرطة، وسابوا الساحة عشان ما ينزلوا في الشوارع، وبعدين نزلوا يحتفلوا اخر النهار اخر الليل لما بعد ما كشفوهم. نمرة 3، احنا لازم بقى يعني لازم البلد تهم بقى، لازم نصلب عضنا بقى، ما احنا مش يعني الوقفة بتاعت النهاردة والهيبة ديت، ما دي هتوقف حاجات كتيره من اللي ملهاش لازمه. لا واستاذ ابراهيم ما تنساش حصل عمليات استباقيه، وانا بحيي فيها الداخليه والقوات المسلحه، لاول مره حصل عمليات استباقيه سريعه جدا في خلال اسبوع. دي كمان عملت تاثير هايل. لا ولا العمليات الاستباقيه يعني اللي اتعملت الداخليه عملتها هنا، لان طبعا يعني ده جزء. الجزء الثاني العمليات اللي اتعملت بقى في اللي كان فيه على مدى اسبوع تقريبا، اتعملت حمله كبيره جدا اللي كان فيها القوات الخاصه والجيش الثاني والثالث وعلى الارض، يعني بالزبط. يعني ايه يعني اذا اراد رب العالمين زي ما بيقول، احنا الحمد لله يعني انا في رايي انا النهارده يوم جميل جدا، وعايزين وزي ما انت حضرتك قلت احنا عايزين نقول للحكومه عايزين من ده بقى، مش هنقدر، ما احنا لازم السقف يبقى عالي، السقف يبقى عالي صراحه شويه بالزبط. لان احنا استهلنا كتير في حاجات كتيره وهي اللي طبقت. في حاجه تانية بس اخيره يا استاذ ابراهيم، اتفضل يا فندم. امتى هقول كمصري انا محترم القرار المصري؟ بمعنى هل لسه هنستنى علشان نشوف هل الدوله العربية الشقيقة قطر تكره مصر أم تخاف عليها؟ هل العظماء والكبراء والسياسيين في مصر لم يفطنوا إن عيب قوي إن دولة زي قطر أو دويلة زي قطر تعمل في مصر كده يا أستاذ إبراهيم؟ ولغاية دلوقتي 4 سنين مفيش حد عايز ياخد قرار، وسمعنا الكلام وقلنا طيب بندي فرصة ومرة واثنين وثلاثة. يا أستاذ إبراهيم أنا كمصري خجلان وبعلنها وبقولها من أول الرئيس السيسي والحكومة المصرية وكل السياسيين اللي في مصر، لا ده ما ينفعش مع دولة أعلنت وتعلن ودائما. شوف الجزيرة بتقول إيه النهاردة، الجزيرة مش مباشر مصر، لا الجزيرة القطرية بتقول إيه وبتعمل إيه. كفايه بقى استاذ صبحي، استاذ صبحي يعني المبادره اللي عملها خادم الحرمين، يعني اتعملت مبادره وعلى طريقتنا احنا على طريقه ولاد البلد، يعني انت لما بتكبر حد بيقول لك انا صلح بتكبر ده، وانا بعتقد ان مصر في ردها كان رد ذكي جدا، الرد الرئاسي كان ذكي جدا ورد الشعب كان ذكي جدا برضه في المساله دي. نحن نعلم تماما الرئيس السيسي والقياده في مصر تعلم تماما ان قطر ان حاكم قطر او الذين يحكمون انك مش في ايدهم حاجه، ده هم يعني ده هم عرايس بتتحرك من فوق، واحنا نعلم تماما انه ما يقدروش يوقفوا الجزيره ولا يقدروا يعملوا ده
ومع ذلك انا في رايي ان حد بيعرض الصلح كبرنا للمبادره، وانا في رايي ان يعني في رايي انا يعني المتواضع يعني ارجو انك انت حضرتك برضو الموضوع يعني عايزين نحط قطر دي على جنب دلوقتي، ما نشغلش نفسنا يعني بعد اذنك ما نشغلش نفسنا لا بيها. لا احنا 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 من زمان يا استاذ نحطهم حاطينها على جنب يعني دلوقتي استاذ الصبح سيبهم دلوقتي بس سيبهم، وفي حقيقي وقت يبقى كل وقت اذان زي ما بيقولوا يعني هيبقى في وقت كل وقت اذان بس انا محترم كده. محترم رايك بس انا متمسك انا عارف انا طبعا انا 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 في موقف حاجة. انا ما انا النهارده انا في رايي انا في رايي ان انا اقطع العلاقات مع هؤلاء الناس يعني ده الموقف اللي اتعمل اسحب سفيري واقطع انا ما اعرفش هو هناك ولا هنا الحقيقه انما خلاص ولما يجي حد يتكلم يقول له يا عم يعني يعني انت في دارك وانا في داري يا عم ابعد عني دلوقتي وخليك في حالك انت دلوقتي وانما في وقت من الاوقات انت عارف ان المصريين ما بينسوش اقسم بالله العظيم الشعب ده الشعب ما بينسوش مصر ما بينساش واللي بيقدم لنا واللي بيعمل اسيه ما بننساهوش واللي بيقدم لنا حاجه كويسه ما بننساهوش والحساب كتر صحيح انا عارف ودمع وكتير والكلام ده كله انما ان شاء الله هيبقى في خير بس انا بس واللي حصل النهارده ده يا استاذ صبحي لما اخذ المكسب المكسب الحقيقي ان اصبح المصريين وانا بتكلم على الجموع الكبيره اصبح المصريين عارفين كويس قوي الالاعيب وخلاص واتكشفت وانتهت فمش هينفع طب ولا النهارده طب استاذي الصبحي ولا النهارده اللي حصل ده الصفعه ديت اكبر صفعه ديت لمين النهارده لمين الاخوان ده يا عيني ده غلابه ده مفيش مالكش ما لهمش لازمه يعني اكبر صفعه يعني لمين النهارده كانت لقطر والجزيره الجزيره اللي بقى لها اسبوع بتأيد اكبر صفعه ليهم ديت مش معايا حضرتك في ده عملوا ايه قدروا يحركوا شعره في المصري في راس مصري قدروا يحركوا نمل على الارض قدروا يعملوا حاجه صحيح هم دول قيمتهم وده حجمهم على اي حاجه استاذ صبحي بشكرك جدا اشكرك وازاي حضرتك وازاي صحتك انت وحشني جدا وانت وحش ووحش البرنامج ووحش الناس عايزين نلتقي ان شاء الله شكرا شكرا يا فندم شكرا في الاستاذ احمد موسى بعت رساله بيقول النمل لا يخرج من البحور عندما تهب الرياح